اشيل كل الكلام الجميل ده خالص خالص، وانا عايز بقى ارادي برضه هاخد كابو بيست من الكودز اللي كانت موجوده عندي، بس الاول اقول له فروم الماي اس كيو ال بليز من الملف اللي اسمه ماي اس كيو ال بليز، انا عايز امبورت الايه اللي احنا سميناه كلاس اللي اسمه امبليز، وابدا اشتغل بالاسلوب ده، ابدا اشتغل بالايه بالاسلوب ده، اقول له ام او امس بتساوي عشان اعمل اوبجكت من امبليز بتساوي امبليز اللي هو الكلاس، فكده بالنسبه لي الامس بقت الاوبجكت اللي من الكلاس ده، خلاص الكلاس ده موجود، ابدا بقى اشتغل بقى، بس كل حاجه عندك من جوه امس، من جوه امس انا اديت الفايل وعملت له امبورت وبقيت جوه. تعالى بقى نجيب من اول ليه القصه تاني. فين الكونكشن ده؟ ايه ده؟ لا مش عارف الكلام ده، احنا 74 احنا عملنا كونكشن، هل انت محتاج تكلم كونكشن؟ لا. كريت الامبلي تيبل، هو طبعا في ان انا نادي لو انا عايز اكريت تيبل، بس انا مش عايز اكريت التيبل خالص، يعني مش محتاج دي اصلا كاوبشن، مش محتاج. الاد في كل اد، قلت له ايوه احنا عايزين كل اد، دي مهمه بالنسبه لنا، هات كل اد دي. فاكر هو كان عندي 76، قلت له ماشي انا يعني الاكزامبل ده اول حاجه هحطها حاجه اسمها كول اد، هينادي الاي دي منين من الجوب اللي انا بس اد ان لي هيجيبها منين؟ هقول له من الاوبجكت بتاعي اللي اسمه امبس دوت اد ان لي، صح كده كلام جميل، هات الاي دي نيم الجوب بالسالري خش على امبل امبليز دوت اد ان لي بالبيانات دي كده زي الفل بالاد. بعديها جيت، في عندي كول جيت، هم واخدها كده زي ما هي كول جيت اهي. طب الاكزامبل بتاعي ادي كول جيت الاي دي مش عارف ايه، طب الجيت امس قلت له جيت امس دي بتيجي من الامس دوت جيت امس، والديتا والطباعه والكلام ده كله خاص هنا مالناش دعوه. كويس جدا. طيب دي برضه مش عايزينها، ولا دي اللي هي بالسالري والكلام ده، ولا جيت امس جيت امس. ايه الفرق؟ مش عارف. يعني كنا من غيرها ومن غير ما نقول هات الاي دي يعني كل مره واحده على طول يعني. ماشي. بس دي المفروض كنا غير اسمها بس بدل كول جيت يعني. يعني خلال كول جيت جيت كول عشان بس ايه يعرف ان الفرق ما بيننا، فدي هتيجي برضه من امبس دوت جيت امبس اللي هي بالاس كده، دي بتجيب لي الكل، دي بتجيب لي الايه؟ فانكشن بتجيب لي الكل. ايه تاني؟ كول ديليت غير محتاجينها بس طبعا قلنا ديت ام هتبقى امس دوت ديليت امس، وكذلك كول ابديت. ادي كول ابديت اهي، كول ابديت كنا بنعمل ايه؟ كنا جايبين فانكشن انت بس تعمل شويه حاجات كده عك، هنخلص بقى من الكلام ده خالص. والديليت كان فيها حاجه برده مش فاكر كانت ايه نظبطها. ادي كول ابديت اهي، هنا بقى هقول له ايه؟ هقول له سيلف احنا فين؟ اه دي بقى امس دوت جيت امس على طول، مش محتاج ادبلر اي حاجه. وفي الابديت هقول له برضه امس دوت ابديت امس. طب ودي كانت عكه ليه؟ كنا بننادي وكانت بتطلع لي مرتين، خلاص مش هيبقى موجود الكلام ده. في نفس الوقت لو انا عايز اعرض بياناته ممكن اعمل اقول له دخل الاي دي، انا بقول له يعني اقول له دخل الاي دي اللي انت عايز تفايند عليه، وبعدين اشوف عنده دليل ولا لا. يعني ممكن اقول له يقول كل دي كانت بتجيب الاي دي وكنت بجيب الداتا، صح؟ يعني عايزين واحده زي دي بس تكون هنا بتاخد الاي دي، ممكن نعمل كده. عايز نكلمكم كده كده تعمل لنا انجاز يو اي دي، واقول له ايه تاخد اليو اي دي ولا او لو كان فاضي تاخد بالانبوت
البيانات بتاعتك، يعني الخصلة دي يا إما يبقى الـ ID أنا بعته يا إما ياخده بالإنبوت. شوف الحركة دي كلها عشان بياخدوا هنا إيه إنتر. عايز أغير النظام بتاع الإنتر بتاع البريد كلها. لا مش تفرق يعني، هو لان هو احنا المفروض هيبقى عنده الفايل وعنده كل حاجه، فعلى طول افترض هو عايز يعمل جديد هات الاي بي وعمل له جديد وخلاص، مش محتاجين على فكره نعمل برنامج عنده وعرض، يعني حتى عملنا دوت مش هيبقى ليه قيمه لان هو اوريدي عنده العرض اصلا، عنده العرض شغال هو يقدر يعد. هوريكم ازاي انا او انا اقصد ايه يعني ايه عنده العرض يعني. على العموم انا بقى عندي ان انا اكلم الاد، اكلم الجيت، اكلم الجيت اول، اكلم الديليت، اكلم الابديت. تمام تمام جدا. فاضل لي بقى ايه مجموعه من الفانكشنز المهمه جدا اللي احنا بنعملها دايما عشان تساعد اليوزر انه يقدر يخش، زي مثلا ديفاين الامبلوي منيو دي فانكشن هطلع له اقول له اطبع كذا واطبع كذا واطبع كذا، يعني عشان اليوزر يبقى عارف يختار. انا هقول له مثلا ايه ماي اس كيو ال انكريز داتا بيس كده خلاص، بعمل برنتايه كده وبعديها اقول له 1 يعني دخل رقم 1 خلاص كرييت نيو امبلوي خلاص. رقم 2 تمام ايديت ديت. رقم 3 تمام 3 هيبقى مثلا ايه بريد 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 خاص بالموظف. رقم 4 رقم 5 انتجيز بلس تمام هي قائمة الموظفين يعني. رقم مثلا 6 ممكن اقول الغرض ده طبعا ده كلها اوامر برنتات يعني ولا حاجه يعني خلاص ولا اي حاجه خالص، انا بس هنقول له دخل ايه الاختيار بتاعك، هنقول له الاختيار التشوز بتاعك عباره عن انبوت هقول له فيها ايه تشوز اوبشن فروم 1 تو 6 يعني دخل لك رقم من 1 ل 6 طبقا للاوبشنز دي 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6. والفانكشن دي هتريتيرن الاختيار اللي اختار اليوزر بس وخلاص مالهاش دعوه. يبقى الفانكشن لما بنادى عليها بتعرض لي المنيو وتقول اليوزر دخل رقم وبتقول لك الرقم اللي اختاره اليوزر تمام. لكن احنا ممكن نعمل فانكشن ثانيه خالص هي اللي اللي بتشتغل بقى على قصه هو اختار ايه تشغله الفانكشن. انا ممكن اعمل فانكشن ثانيه اسميه مثلا ايه سيلكت اوبشن يعني اختار اختيار او تم اختيار اختيار، يعني لازم تبعت الاوبشن اللي انت عايزه الاوبشن اللي انت عايزه وبناء عليه يعني الفانكشن دي بتبعت لي اوبشن يعني 1 2 3 4 5 6 تمام. فبناء عليه بقى هم جاي عامل جمله اف بسيطه بقول له اف ان الاوبشن لو كان 1 قيمته 1 يعني هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له هتعمل كول للآت وخلصنا. بس خلصنا اقول له لا وبعديها وبعديها ران السلكشن ماشي الف تمس اف يعني لو الاوبشن كان رقم 2 هتعمل ايه؟ هتقول الابديت ما كانش لو كان الاوبشن الرقم
ثلاثة يبقى هتكون ايه؟ ثلاثة كانت ايه؟ ثلاثة ديليت، هتكون ديليت. ما كانش يمكن الاوبشن بتاعك كان أربعة. أربعة هتعمل فايند ولا إيه؟ أربعة دي اللي هي الفايند اللي هي جيت. هقول له كول جيت. تمام؟ لو كان الأوبشن بتاعك خمسة، الأوبشن بتاعك خمسة تعمل إيه؟ تروح تقول جيت أول، الجيت الأول خلص وخلصنا. وبرضه لازم بعد ما اعمل كول يعني هنادي على فانكشن ثانيه اللي هي هنسميها فانكشن ثانيه هنسميها ران سيلكشن. هقول لكم بتعمل ايه، خليني اعملها الاول وبعد كده ارجع ازودها يعني. طبعا ست انا مش هعمل حاجه، ست خلاص هو خرج، انا مش هعمل حاجه يعني، لكن انا عايز اديفاين فانكشن اسمها ايه؟ اسميها يعني شغل الاختيار سيليكشن ران سيليكشن. هنعمل ايه في ران سيليكشن دي؟ اقول له اوبشن بتساوي هاخد هنا على الانتري منيو، والانتري منيو دي هتعرض الكلام ده صح؟ وهتعرض الكلام ده هاخد من يوزر اختيار وهترجع لي الاختيار ده. الاختيار طبعا لازم احوله للرقم عشان يشتغل هنا معايا. هحوله بس بانت لايه؟ لرقم كده. هو معايا الرقم اللي هو الاختيار اللي اليوزر اختاره. وبعدين هنادي على سيلكت اوبشن، هبعت لها الاوبشن اللي هو الاختيار رقم يعني. يبقى انا ناديت على التو فانكشنز هنا بس. ناديت على الفانكشن بتاعت البري منيو، تطبع المنيو وتاخد الرقم تبعته للسيلكشن اوبشن. تقوم داخله هنا. لو كان قد شغل قال لو كان قضيت شغل قضيت 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 لو كان شغل قضيت له وبعدين بعدين اضاف اشتغل تاني. تقول لا ما انا عايز بقى بعد ما الاد تخلص ترن السليكشن تاني. ليه ترن السليكشن تاني؟ عشان برضه يقول له طب انت تختار حاجه تاني وتبعتها لي. طب اختار حاجه تانية بنفس الكلام ده اعمله مع مين؟ مع ايه؟ مع الاد ومع الابديت. بعد ما تخلص برضو انادي تاني شوف هو عايز حاجه تانيه ولا لا، مع الجيت ومع الجيت اول. الا مين؟ انس طبعا الاخير اللي هي سته بقى مش هنتكلم فيها، لان سته انس يعني خلاص هو مش هيلاقي حاجه يعملها فهيخرج. فدي الخروج بتاعنا، مش هيلاقي حاجه يعملها فهيخرج وخلاص. فاحنا مش محتاجين ان احنا نقول له بقى اي حاجه تانيه خلاص، هو اد اعمل لي الاد وشوف هيعمل حاجه تانيه ولا لا. اعمل لي الاد وشوف هيعمل حاجه تانيه ولا لا. طب الابديت اعمل الابديت وشوف هيعمل حاجه تانيه ولا لا. الديليت شوف هيعمل حاجه تانيه ولا لا. وجيت شغلها وقول لي شوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا، جيت اول وشوف هيعمل حاجه ثانيه ولا لا. يبقى انا عندي الرن سيلكشن دي هي اللي بتنادي على الاثنين اللي بتظبط الاداء. يعني من الاخر لو احنا عايزين نشغل بقى الفايل بتاعنا هننادي على رن سيلكشن خلاص. بس. وهي بقى تسلم بعضها. تعال نجرب. عملت رن. حصل. مفيش سويتش كيس هنا في البايثون. ما عندناش. تمام لكن تفكير سليم. اول حاجه هقول له انا عايز اكريت يعني هدوس واحد. قال لي طب دخل رقم موازي قلت له واحد 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 ثلاثه. اسمك اللي كنت بتتكلمي. رانيا سمير. ماشي. انتر الجوب خلاص. مثلا تحظوا قال الامبلي قال سكسسفلي وقال لي يلا اختار اللي انت عايزه على طول. تعالوا نعرض الامبلي ليست لما تشوفهم كده. هات رقم خمسه. تلاحظوا طبعا مين؟ محمد حسن وعبد القادر ورنا على طول. حلو. تعال نجرب الـ edit. هات رقم اتنين.
قال لي دخل الموظف اللي انت عايز تعمل له ايديت. قلت له خلينا نعدل دي واحد 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 ثلاثة. قال لي ماشي، الاسم كان اسمه رانيا سمير. قلت له ماشي اوكي مش مشكلة. كان موبايل ديفلوبر، لا هسميه مثلا ايه رانيا مثلا، عايزين اسم الوظيفة ونعلي المرتب مثلا. خلاص قال لي تعدل. قلت له طب ما تيجي نجرب الفايند ونشوف، خلينا في رقم أربعة. قال لي طب دخل الموظف. قلت له واحد 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 ثلاثة. قال أهو أنا سميت اتغيرت الوظيفة واتغير الإيه؟ الراتب. كويس، يبقى جربنا الفايند وجربنا الليست وجربنا كل فاضل الدليل. إيه ندلل بقى اللي إحنا لسه عاملينه ده. فقلت له إيه؟ رقم ثلاثة. قال لي الموظف بتاع دليل رقم كام؟ قلت له واحد 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 ثلاثة. تمام. قال لي امبليت دليت سكسسفول 7. قلت له بس ارد للانكري ليست رقم 5. قال لي اهو محمد حسن وعبد الجابر دول بس. قلت له خلاص ماشي، فاضل لك ايه؟ قلت له فاضل لي اجرب الاكزيت الستة. قلت له اكزيت سابني وخرج. طبعا لخصنا الدنيا ولمينا البروجكت كله كبروجكت كامل للكلاود اوبريشنز، العمليات الاساسيه على الماي سيكوال. لكن ممكن نعمل حاجه احسن من كده، معلش دقايق بسيطه.